ماشي المركز عايز نشرب في الرمانه ونمشي لما كانت بعدين الناس ما بقتش زي الاول انا ديني انا بدايه جامعه السنه قعدت في سنه قعدت الحمد لله كل يوم كلها حلوه عادي الحمد لله. وبتعمل بقى اطعمه مختلفه للاطفال بيحبوا يشتروها؟ بتعمل اطعمه؟ الحمد لله كل حاجه براحتك. محمود اشتغل على العربية كتير من امتى؟ سنة مكان ابويا عشان ناكل عيش عليها. ايوه العم تشتري منها كتير لازم بيكون كويس. صوري الواد هو اللي بينط من السور. اسمي سامي بعمل تمر وسوبيا وعرق زوز. نشكر ربنا على اللي يجيبه الحمد لله. احنا بنسعى بالحلال عشان ناكل الجنيه نجيب الجنيه بالحلال بس